عادل من فضلك احنا خلاص دماغناتنا عملت مفرقعات وعملت حاجات قنبلتات من الست اللي فوق دي عامله لنا ديسكوهات. من فضلك يا عادل شوف بقى هتعمل فيها ايه، يا اما بجد بجد هنسيب لك البيت وهنمشي خالص. سيبوا البيت وتمشي؟ السكنه الجديده دي ما جاتش قبل كده ليه؟ حاجه يا بي بقول هشوف حل طبعا ان شاء الله. يا دماغي على اخر الزمن تسكن فينا واحده زي دي. يا سلام، يعني يا ماما يعني لو كانت سكنت تحتينا ما كانش حصل مشكله. يا عادل دماغنا حطرشه من كتر الضوضاء. بقول لك ايه، اعمل حسابك اجتماع مجلس اداره العماره هيتعمل عندنا الشهر ده، ركز كده وروق دماغك عشان كل سكان العماره متوقعين ان انت اللي هتتكلم بلسانهم. اتكلم بلسانهم ليه؟ هم مش عندهم لسانه. ليه يا اخوانا اتلخبطونا ليه؟ هلو. هاي. هلو هاي، اهلا وسهلا. ميزي شقة مدام شاهي مدربة الايروبكس. وانتوا عايزين شقة مدام شاهي عشان ايه؟ انتوا عايزين تتخانوا ولا تخسوا؟ انا رايحة علشان اخس. واخدها معاكي ايه يعني؟ قدوة؟ الحقيقة مدام شاهي عندها حل لكل حاجة. انت بترغي عندك بتقول ايه يا عادل؟ لا مفيش يا ماما. صباح الخير يا سعادة. صباح النور. الشقة اللي فوق اتفضل. ايه المناظر دي اللي طالعه نازله؟ ايه يا استاذ عادل بس؟ الله، بقى العماره اللي ما كانتش بيسمع حد فيها حس تبقى بالمنظر ده. عاجبك كده يا استاذ عادل؟ اتفضلي بس. الله، العماره بقت مدرسه العاب يا جماعه، انا دماغي هتطق مني. معاكي حق يا ام ميرفت، والله يا عادل لو سمحت لازم تعمل حاجه في الموضوع ده. ما تقلقوش انا هتصرف وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه. باختصار كده يا استاذ عادل، تحب يا حبيبي ان احنا نقعد كده على الحيطه ونسمع الزيطه؟ وانتي بس ايه اللي قعدك على الحيطه يا ام ميرفت؟ انا اعرف اللي بيقعد على الحيطه مثلا بورس صرصار فار بتاع، لكن احنا هنقعد على الحيطان ليه؟ انتوا طابخين ايه؟ ليه وانت مراتك ما طبختلكش النهارده؟ اصل الاستاذ عفيفي معودنا كان بياكلنا لما نعمل الاجتماع عنده. بياكلكوا ايه يا عم؟ وانت ينفع حد ياكلك؟ هو موت وخراب ديار. يو يو يو، احنا دلوقتي في الست السكنانه الكومبلونشيه اللي فوق دي بتاعت الايروبكس، وزباينها اللي طالعين نازلين وقالين راحتنا يا عادل. كويس قوي يا ماما ان انت فتحت الموضوع ده. يا جماعه طبعا انتوا عارفيني ومتربي معاكم، والعماره دي بتاعتنا يعني من زمان، لكن كمان عارفين بقى مواقف البطوليه في المواقف دي. الله يخليك يا استاذ عادل، لو يا اخويا مش عشان خاطرنا، عشان خاطر بناتنا. يا ستي ومن غير بناتك ولا حاجه، يعني ده وضع طبيعي. العماره طول عمرها عايشه في امان، هتيجي الست اللي سكنت فوقينا دي تقلب لنا العماره؟ انا ما ارضاش بكده ابدا. طب والطلبه اللي بيذاكروا والناس الكبار؟ خضار، انتوا هتاكلونا خضار. يا استاذ عادل لمؤاخذه كده، انت ولي امرنا. لو كان ولي امرنا كان عمل لنا اكل. يا راجل يا راجل، وانت كده دايما همك على بطنك؟ ما تقول لنا يا عادل هتعمل ايه؟ يا جماعه انا مش عايزكم تقلقوا خالص. طول ما انا رئيس اتحاد سكان العماره ما تقلقوش، الست الساكنه الجديده دي هتمشي والعماره هترجع زي الاول. دي اسمها نفرتيتي اللي حكمت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجي لنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريب، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه من نفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحه يخليني اخاف اشتري من عندكم بقى اي حاجه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. انت تعمل لي فيها مثقف؟ انت مالك؟ انت فين؟ انا مش فاهمه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. ملهمش حق فعلا اللي قالوا عليكم كده. عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتاكد قبل ما اخد رايي واحكم على حاجه ما اعرفهاش. طبعا يا هانم برافو عليك، عارفه انا لازم بتاكد بنفسي من اي حاجه قبل ما احكم عليها، ده وضع طبيعي يعني. امال يعني يا استاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العماره بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ هو حضرتك جارتنا في العماره؟ احب اعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربه الايروبكس، والساكنه الجديده اللي شقتها فوق شقتكم. لا طبعا، لا يمكن. انت اتجننت يا عادل؟ اوفر ماي داد بودي. مش ممكن عادل ابني هو اللي بيتكلم ده ابدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ما هو مش معقوله برضو واحده ست تمشوها من البيت من غير ما تقعدوا معاها وتسمعوها. يا حنين، وحضرتك بقى قعدت معاها؟ الجرس بيضرب، ما حدش يفتح ولا ايه؟ ما تفتحي يا ياسمين.
محدولة حبيبي. ازيك يا ام رمزي؟ ازيك ياسمينة؟ خد القصة بتاعتك اللي بتحبيها. مش هي. السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ صندوق الحاجة الساقعة اللي انتوا قلتولي عليها علشان الاجتماع جه اهو. Put it in the kitchen. حاضر. ما انت وحش يا استاذ عادل، شفتها فين؟ شفتها ايه؟ ما شفتهاش طبعا خالص. دولا جارتك الجديدة اللي جات لك البازار شفتها وانا طالع لك على السلم يعني، وبعتلك الف سلام يا دولا. وبعدين يا عم ابسط يا دولا، يعني محدش قدك يا دولا. دولا ابسط يا دولا، يعني ما شفتش جارتك قبل كده؟ ما شفتهاش. انت بتصدقي واحد غبي زي ده يعني هشوفها فين؟ ولا 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 جبت العيش الفينو؟ يلا العيش الفينو اللي قلت لك هنعمله سندوتشات عشان الاجتماعات. لا يا دولا ما جبتش. انت بتغمز لي ليه يا دولا؟ انا غمزت لك؟ اجري يلا، روح اتكل على الله، روح هات العيش الفينو يلا، وتعالى سقه وما تجيش ما تجيش. يلا. حاضر يا دولا. استنى يا رمزي، استنى يا زفت. الست دي كانت لكم في البازار كانت عايزه ايه؟ اقول يا دولا ولا ايه يا عم؟ تقولي تقولي ايه؟ انت شفت حاجه؟ هو بصراحه يا جماعه انا ما شفتش. اهو اهو الحمد لله شفته. مش قلت لكم؟ لان دولا بعتنا اجيب لها حاجه ساقعه من اخر الشارع، مش من القهوه اللي جنب البازار يعني زي كل مره. ايه وهتصفروا وهتعملوا يا جماعه؟ المساله بسيطه خالص. القهوه اللي جنب البازار صراحه يعني الولد اللي هناك ايده مش نظيفه، وازايز الحاجه الساقعه زي ما انتوا عارفين يعني غطيان الكازوزه لو واحد ايده مش نظيفه بتبقى مش نظيفه يعني. وكمان وزعته طبعا علشان يحللوا الجو. وانا اقول بتدافع عنها ليه؟ بتدافع عنها ليه؟ ايه ايه في ايه في ايه في ايه يا جماعه؟ يا جماعه صراحه انا بدافع عنها لانها مسكينه قوي. عادل لو سمحت عايزه اتكلم معاك، من فضلك اسمعني. مش هينفع اسمعك عشان انا نايم. عادل أرجوك يا عادل، لو مش هتسمعني عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين. وياسمين ايه دخلها بالموضوع ده يعني؟ انا بكلم عن ياسمين علشان هي ضحية. حد بلغ فيها؟ بلغ فيها ايه؟ هي مجرمة عشان يبلغوا فيها. انا بكلم عن الشروخ اللي ممكن تحصل في نفسيتها في المستقبل. الشروخ؟ لا سهلة، الشروخ مقدور عليها شوية جبس واسمنت ونليطها يعني. يا عادل انا ما بهزرش. نليط ايه يا عادل؟ انا بكلم عن القدوة الحسنة. قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش قدوة بالنسبة لياسمين؟ لا طبعا يا بيبي، مش قصدي. انت قدوة طول ما انت قدامها، لكن لو حضرتك بقى مش موجود وبنتك شايفة الست بتاعت الايروبكس طالعة نازلة طول اليوم على السلم. وليه طالعة نازلة على السلم والاسانسير عطلان؟ يو يا عادل انا ما بهزرش يا عادل، بنتك لو شافت الست دي هتقعد تقلدها. هي ياسمين عندها موهبه التقليد؟ لا 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 ده انت فظيع يا عادل فظيع. انا عارفه ان انا مش هوصل معاك لحل، بس عشان تبقى فاهم انا وسكان العماره كلهم مش هنسكت. هتعملوا ايه يعني؟ هتشوف يا عادل هتشوف. يا جماعة أنا جمعكم النهاردة طبعا عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانيين. طب الناس التانيين هم المشكلة؟ إيه ناس التانيين عمرهم ما يبقوا المشكلة. المشكلة في إن احنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا. يا عادل يا ابني، ونستنى ليه لغايه ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطى، لا الضغوط اللي هي المؤثرات الخارجية الجميلة الحلوة يعني. يا أستاذ عادل يا استاذ عادل كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بتكلم انجليزي يا ام ميرفت. انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش بيها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص خالص تقيله خالص؟ ماشي ماشي، يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل، هتقولي صح هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حرمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه راي عيلتك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟
والله يا استاذ حلاوه انا عيلتي ملهاش راي، ما دام بتكلم في السياسه ما حدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكه الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه، وفي النهايه تقولوا مش موافقين؟ طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. اه بترككم. اه يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. استاذه شاهي، يعني ان شاء الله كل حاجه ليها حل. اوكي ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا باي. بس عيب عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مره اعمل اجتماع للعماره دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. انت عزفت يا رمزي، قوم سيب لي ايدك دي. يا رانيا تعال. ايه عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه يا زفت. 5 جنيه؟ ايوه الخمسة دي هتبقى بتاعتك لو عملت اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي. اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زفت. ماشي ماشي، لا انا هفتن على ابن عمي دول. لا طبعا. هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ انا مش عارفه يا استاذ، انت متضايق مني قوي للدرجه دي؟ لا انا متضايق منك ايه يعني، انا متضايق من نفسي صراحه لاني مش قادر اعمل لك اي حاجه. دول حبيبي لو سمحت كنت عايز الموبايل بتاعك اعمل بيه مكالمه مهمه جدا. الموبايل بتاعي عايزه ليه يعني؟ انت بتكلم. خد غور غور غور. شكرا. اهلا اهلا. انا مش عارفه بس هما ليه واخدين مني الموقف ده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ يا نهار ابيض انت وحشه، امال الجزمه اللي خد الموبايل بتاعي ده من شويه يبقى ايه يعني؟ يبقى اكيد خايفين مني. هما صراحه يعني انا اسف يعني مش خايفين، هما يعني مش طايقينك اصلا. طب بص انا ممكن اتكلم معاهم واخليهم يغيروا رايهم زي ما خليتك تغير رايك بالظبط. يغيروا رايهم ايه؟ انت مش عارفاهم، انا عايش معاهم وعارفهم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاهم ايه. عشان تعرف. ايوه ثانيه واحده ثانيه واحده. هلو. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عين تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي، انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي دي بالك، انا ما قصدتكيش انت يا سناء. اه بحسب شقيل شقيل اخغاس وخالص. معلش يا رانيا عشان خطراناني انا، نديها فرصتوس علشان تتحدث. فرصة ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ يعني رمزي بيكذب مثلا؟ مثلا 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 رمزي بيكذب. تتجسسي عليا؟ تتجسسي عليا؟ ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل لا لا لا، اوعى اوعى، مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. ها اطمنت الحمد لله، عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس تعالى. ايه ده يا ابي؟ انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكله دي؟ المشكله دي ما فيش اي مشكله ولا حاجه، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجاله بتوع العماره كلها عشان نفس المشكله. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام يا سلام يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجه الساقعه. اي اذيه، يلا يا جاسوس عامل لي فيها شارل سامحون. اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي.
انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا، ومش واثقين اساسا في الشغل ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله راس، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله راس، دي صاله ايروبكس وتجميل وللستات بس كمان. وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. اتفضلي اتفضلي ارتاحي، تشربي تاكلي. مالك يا دولة؟ مليش كام كده دولة؟ كده 1500 دولة. 1500 فاضل لك كام؟ فاضل لي 500 يا معلم. تخرب بيتك، انت فرحان ان انا بضربك؟ ده انا تعبت يلا. ال 500 دول بعدين. يلا غور من وش، غور من وش. ماشي يا دولة، حاضر. يلا اتكل على الله، اتكل على الله وعلى الله. على الله تتجسس بعد كده يا جاسوس. تعرف التهمه بتاعتك دي في اي حته في العالم ماشي كانوا ممكن يدوك اعدام. عندنا في البازار خليتهم 2000 ضربه بس. معلش يا دوله، والله العظيم سامحني، انا مش هتجسس تاني يا دوله. سامحنا يا دوله والنبي. خلاص خلاص، غور من وش يلا. ماشي يا دوله، شكرا. دوله الا يعني ايه تجسس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجة ساقعة بسرعة يلا. مش مهم الحاجة الساقعة، احنا جايين على غدا. خلاص هات فرع الشجرة عشان الأستاذ نقر الخشب ده. وعشان جوزك يفضل يحبك كده على طول، لازم على طول تبقي مهتمية بنفسك. ايوه بس ما هو بعض الاحيان يعني بيبقى فيه رجاله عينيها زايغه. اي نعم. طول ما انت مهتميه بنفسك مش هيقدر يفكر في اي واحده تانية، وهيفضل يحبك انت بس على طول. طب لو واحده يعني في ظروفي انا يعني عزبتها، لا مخطوبه ولا متجوزه ولا بتحب، ازاي تلاقي راجل يعني يحبها ويتجوزها ويخطبها ويموت في دمدبها يعني؟ بصي يا انسه سناء. مدام ليها تجربه سابقه. سوري. بصي يا مدام سناء، حضرتك لازم تحبي نفسك الاول. دي بتقولي مين تحب نفسها؟ دي بتحب نفسها، دي على طول حابه نفسها. اسكتي يا مريضه، اسكتي اسكتي يا دادي اسكتي. ولا شطب ولا مغرش شطب. خلاص اللي قولي لي يا حبيبتي يا قمر، انت يا منوره، اللي ممكن جوزي انا يعني يعرف واحده تاني عليا وانا زي القمر واخده بالي من نفسي كده؟ والنبي يا اختي، انا لو جوزي اتجوز عليا ده انا اذبحه واشفيه. امال انا بقى اعمل ايه في نسبتي السودا؟ جوزي حلاوه اللي ينضرب، ما عادش طيب. بصي في خلقتي. وانا والنبي يا اختي. طب قولي لي بقى يا شاهي حبيبتي، انا ممكن كده اقدر اظبط جسمي في حوالي كام شهر؟ هل في نوع معين من المكياج يبين ان الواحده ارفع سنه؟ ايه رانيا الستوبيد كويستشنز دي، مش معقول. بصي بقى حبيبتي، يعني دلوقتي انا لما اروح شرم كده عشان اخد بنسولاي كده واقعد على البحر كده واخد تان، اي نوع كريم احطه علشان ما اعملش تقشيرات كده؟ انت باين عليكي بنت حلال، عندك حاجه للروماتيزم؟ قولي انت بنت حلال يا حبيبه قلبي. كنت عايزه تقولي حاجه يا اختي؟ اقول لك انا عايز اسالك بقى سؤال، هو الدكان بتاعك ده اللي انت يعني احنا بنبقى فيه زي محل كده الحلاقه ده اللي موقفها برضه؟ دولا لو سمحت كنت نو وشك في الحيط، وشك في الحيط. يلا ايدك فوق، رجلك ارفع رجلك، ايوه رجل واحده كده. دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي طبعا زي الاخوات، يعني الجار اقرب لجاره من اي حد من قرايبه. عشان كده انا عايز اسالكم سؤال واضح ومحدد، هل فعلا كلكم بتخافوا من مراتاتكم؟ اي زيطه جاي فيها؟ انت متجوز؟ لا يا سلام، لا انت لسه بتكتشف. امال ايه؟ دي بطل شغل الجواسيس، وشك في العين. ها ها يلا رجلك. ها ها ها. نو 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 نو
بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه، احنا دلوقتي هنسيب الفرش ونمسك الروج. يا بنتي قلم الروج ده بتاعي. ايه ده بتاعك ايه؟ ما هي قالت لك ان اللون ده ما بيليش عليكي. سيبي ده بتاعي انا احسن. يا لهوي، دي تبقى حوسه بعد كل اللي انا بعمله في نفسي ده، وكمان ممكن ما عجبوش. على فكره بقى، انا مره قصيت شعري على فكره وما خدش باله خالص، وابوه ما كانش بياخد باله مني ابدا. على فكره يا جماعه، هما ممكن ما ياخدوش بالهم لو غيرتوا في شكلكم، لكن اكيد هياخدوا بالهم لو غيرتوا في طبقكم. ايوه بس برضه يعني ست شوشو، يعني كلامك زي السكر، بس بقى يعني لما اخذه ما تاخذنيش ان الواحده مننا من شغل البيت وقعده البيت وحبسته بتبقى مخنوقه، مش طايقه نفسها، مش طايقه هدومها. ايوه يا اختي، امال ايه؟ بس بس بلدجنات كلكم، دي بقى الميزه بتاعت الايروبكس، بتخليكم على طول عندكم منشطات، صح؟ جود جيرل، والايروبكس موجود. الحقوا جم جم، خدوا شيلوا ما تنسوش اهم حاجه هتعملوهم ازاي. ها شيلي او يا فين هم. ها اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والله كويس قوي ان العماره كلها متجمعه النهارده، دي فرصه كويسه قوي ان احنا يعني ناخد الاراء على وجود الاستاذه شاهي معانا هنا في العماره، ونبدا بالرجاله. ها اشمعنى الرجاله؟ ما نبدا بالستات. دول اي حلاوه؟ هو انت كده دايما على طول مناكف؟ الطابع الطابع. قصدي يعني اللي تشوفه يا سي حلاوه. واضح ان النهارده في تغيير جامد. ايه يا رانيا، ايه الحلاوه دي؟ شكلك متغير النهارده. ميرسي يا عادل يا حبيبي، انت وحشني قوي 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 يا عادل. وانت كمان يا معلم، وحشتني قوي. ما تشوفوش وحش يا غزالي. هو في ايه؟ كل ده من الميركل بتاع شاهي. طيب يا جماعه، يعني انا مبسوط صراحه بالنتيجه دي، ومبسوط ان يعني ما شاء الله العماره كلها متجمعه مع الاستاذه شاهي، ودي فرصه هايله عشان ناخد التصويت. يا خبر اسود، هنصوت على مين يا اخويا؟ يا ماما يا ماما، التصويت غير السويت. المهم دلوقتي احنا متفقين ان احنا هنبتدي ناخد الاراء. عايز اعرف مين فيكو موافق على وجود الاستاذه شاهي معانا هنا في العماره. بإذن الله. وإحنا كمان مش هنسيبك، أنا من وقت للتاني كده هعد أشقر عليك عشان نتابع شغل عندك أول بأول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوسها إن شاء الله. أوكي، سلام. مع ألف سلام، مع ألف سلام. أنت يا زفت، إيه اللي أخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجة الساعة، إيه اللي أخرك؟ ايه دولا، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك ده؟ كشت في وشنا 4 ساعات يا دولا الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. خرب بيتك. ايه الرحراحه اللي انت فيها دي يا بيبي؟ وانت النهارده ايه، مش نازل بازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك، دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك. لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعون الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، محدش هيطرطش بره. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير. يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول
هياخد ستارة حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستارة دي لسه ما جاتش، دي في الطلبية اللي جاية ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجة. انا حاسس ان انا النهاردة حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعة كلها اتشطبت. السلام عليك. قوم يلا يا ريس، استعد على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دولا. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دولا؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنشي يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولا، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده. هو دولا قال يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح. اكلم بقى المعلم مسطوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك يا رئيس. والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد يعني بجد. ايه ده؟ وفي التليفون. ايه ده؟ في ايه؟ ولا رمزي؟ ايه دول؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي؟ ايه؟ البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحة بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح؟ صح يا دولا. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ 3 4 بعد انفاسي يا دولا. بص مش وقت غباوتك خالص، انا مش ناقص. ايوه دولا. طب ما هم ما هو انا دولا نظفوا البازار من البضاعه يا دولا، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعه دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده. عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا. عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعه دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولا دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولا. انا ما اقصدش يا دولا. طب ما انا قبل كده قلت لك يعني ما نظف البازار من البضاعه. انا عمري نظفت البازار؟ اهو يا دولا شفت بقى ان انا مش انا يا دولا. والله عيب عليك يا دولا، ده انا ابن عمك يا دولا وافديك برقبتي. تشك فيا يا دولا. لا خلاص يا رمز، خلاص معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز. بس شكيت بسرعه قوي يا دولا. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى مش زعلتش بقى. مش زعلان خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس؟ ايه بس؟ وكمان بقى دولا يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعه ام 5 بقول لك عليها ب 10 وبقوم ضارب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولا بيبقى ب 4 جنيه وبقول لك ان هو ارخص، يعني تيجي دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلت لك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم. زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولا. امال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولا اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولا بوليس؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديده هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامده جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل. طب ايه المعلومات دي يا دولا؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقص غباوتك. لا يا لا بص، اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولا ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوه،
مش ناقصه غباوه خالص. ايوه ما مصر بس ها المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتتربط هنا على ماك. لسه واقف. فك الحمار خلاص فك الحمار. يا دولا اتاخرت ليه يا دولا بقى؟ اتاخرت يا ابني بخلص بنجز يا ابني. عايزين ننجز لان انا لازم احل القضيه دي النهارده ما عنديش وقت. جبت العده وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجه. الله عليك يا دولا قضيه كبيره. الله امال ايه يا ابني؟ قضيه كبيره ولازم احلها يا ابني لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضيه دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دولا. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الضابط 4 سنين. أنهم دول هم تدول؟ ال4 سنين بتوع كلية شرطة. بس أنا بقى إيه ممارسة يا معلم. أنا ياما اتسرقت. بس أنت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دولة. أهي المقاوحة بتاعتك دي هي اللي هتخليني أشك فيك تاني. أنا آسف أنا آسف يا دولة. خلاص مش هتكلم. هنعمل إيه بقى؟ أنا سخنت. دلوقتي يا سيدي أدي العدة وأدي العدسة. بص بقى يا معلم ده الدقيق. عايزك تمسك الدقيق ده يلا وترشه على الارضيه بتاعت البازار ها عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله يلا. اه يا دوله صح. بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا؟ هتقوح معايا هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يلا لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان اللص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده اهو يا دوله. ده هيقع في شر اعماله. هيقع في شر اعماله. استنى يلا استنى استنى استنى. بس لقيت الحرامي. فين يا دوله؟ اهو. ادي اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جزمه وادي جزمه. ولا رمزي انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دوله. 40 يا فلتت مني. الحرامي بيلبس 41. فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال مش اشكال. معلومه وعرفناها الحمد لله. معلومة وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شوية. لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجة دي شيل الحاجة دي. هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دول. ايه ده يا دول احنا هنعمل ايه؟ نعمل خطة يلا. امال انت فاكر ايه؟ الخطه. وركز معايا في الخطه دي عشان لو الخطه دي باظت هضطر اعمل خطه تانية. ايوه دوله طب ما تعمل الخطه التانية على طول. تصدق اول مره تقول حاجه صح يالا؟ اه والله صح 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 يالا. برافو عليك برافو عليك. انا بتعلم منك برضو. سيبك من الخطه دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي يا اخي افهم بقى. حرام عليك ده انا متكلف ورق لغاية دلوقتي اكتر من اللي سرق مني في البازار. حرام عليك. معلش بقى معلش بقى. معلش ايه بس وهباب ايه يعني؟ انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي نعمل خطة جديدة. ماشي الخطة 153. افهم ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دولة. انا اسف بقى. ولا 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 ما تقولش يا دولة ما تقولش يا دولة يا غبي. احنا متنكرين المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولة بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطة 112 يلا. اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي يعني راضي يا مرضيش يا لا مرضي. انا راضي انت
قطع الخطه دي بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي. رمزي بجد انت بتعصبني، يعني انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي. الخطه 154 يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحاله حد يعرفنا. يلا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده لا سلام ولا كلام؟ شفت يا غبي اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيدي. معلش يا دي فتلس، احنا كنا مشغولين اليومين دولت يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا افتح المحضر يلا. لك ايه مشاريبكم عندي، انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. خلاص مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقب زي ظله. زي ظله، زي ظله، زي ظله، زي ظله. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده، وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. رجعها تاني، رجعها تاني. ماشي؟ وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة. ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني. وقلت ابدا من مكان ما انت وقفت بس، وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العمليه. بازار ايه وعمليه ايه؟ ايه الافكار الخايبه دي؟ دي كانت فكره الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله دولا مش قصدي، دولا دي كانت فكره تايشه دولا وربنا انا اسف. ماشي بعدين بعدين. ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحه واكسب بالدولار، ما هو بقى ب4 جنيه دلوقتي. الدولار ب4 جنيه؟ شفت بقى شفت، علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر ده انا هفرجك. اشرب ال4 جنيه دي. حطيت كل راس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات. فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجه؟ ولا ليا اي علاقه بيهم. كده يبقى انت بره الليسته يا سيدي. لسته؟ لسته ايه؟ لسته كده اهو مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتاني؟ ماشي. كله 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 بقى. ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله. اتكل على الله. ايه الورقه دي؟ ايه الوساخه كده؟ المحضر يا دوله. لا ارميه 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 كده، الخطه دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وما لهاش لازمه بقى الخطه دي. شكرا. ما لهاش لازمه. نخش على الخطه الجديده. الخطه 155. قشطه يا دوله يا كبير، قشطه يا دوله. مش وقتك خالص يا معلم، مسطوره لسه ما بعتش حاجه. وعندك 2 قهوه زياده فنجان واحد عناب. ولا رمزي يا دوله، الواد حته صابي القهوه. يا لا انا شاكك فيه، شكله سهن كده وهادي ويعني ما يصيرش اي شكوك حواليه، وده اصعب انواع من المجرمين. افتح لي صفحه جديده. حته تعالى يا حته، عايزك لو سمحت. صباح الفل يا استاذ عادل، امورنا غالي. اقعد يا حته اقعد. او النبي يا باشا الله يكرمك، ده انا جسمي تعبان وهمدم من صباحيه ربنا والله. جسمه تعبان وهمدم من صباحيه ربنا اكيد يا معلم. تعذيب الضمير بيأنبك وعذاب النفس بيموتك. ايوه هي النفس يا باشا، نفس النهارده مقطوع طول النهار. قول لي يا حته، لو ده هو اسمك الحقيقي. الله عليك يا دوله. ولا راضي يلا راضي. الله عليك يا راضي. قول
قول لي ضميرك بيأنبك من ايه؟ عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ قول. ما اقدرش اقول يا باشا، لو قلت محدش هيسيبني في حالي وهيموتوني. انت يا حته، انت قول. جبت رغيف حواوشي. انت ما تستهبلش. دبل دبل يا باشا. سيبني عليه بقى يا دوله، سيبني عليه. اهدى 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 يا رمزي. حته، من اين لك ذلك؟ ذلك يعني يا باشا؟ مش فاهم يعني. يعني جبت الفلوس منين يا ما تستعبطش؟ ايوه ايوه ايوه، شكرا على الترجمه، شكرا. ها رد. الفلوس يعني لا مؤاخذه يا باشا، بقى النهارده انا ايه، مسحت كل محلات الشارع. حلو، مسحت كل محلات الشارع من البضاعه اللي فيها وبعتها وحطيت الفلوس بتاعتها في كرشك. بضاعتي يا عمونا المسار العمومي ضربت اللي في الشارع، فكل المحلات بقى صدوني النهارده ان انا امسح لهم المحلات. سبوبه وجات لي يا استاذ عادل، حاول. لا يعني سبوبه وجات لك تمسح محلات الشارع كله. على مين على مين؟ خط ده خطك يا ده حته. انا ما بعرفش اكتب يا باشا. تعرفش تكتب؟ تعرف تقرا؟ طبعا. يبقى بتعرف تكتب. اتقفش اتقفش. ولا نعم. اطلع يا ده رمزي، لم لي كل البطايق الناس اللي في القهوه هنا، واقفل الباب بتاع القهوه. ماشي يا دوله. لم البطايق كلها. بص خد بطاقه انا اول واحد اهو. ماشي يا كبير ماشي. هتتقفش يعني؟ هتتقفش. بس محدش يخرج من هنا. البطايق كانت هو يا البطايق. مخبي ايه وانا عندي ايه اخبيه؟ يعني ما عنديش اي حاجه اخبيها لعلمك يعني. بص يا عادل، انت عارف كويس قوي ان انا بحكم خبرتي الواسعه في السايكولوجي والاستروبولوجي اقدر اعرف كويس قوي اللي قدامي ده بنظره واحده بيفكر في ايه. يا سلام، طب انا بفكر في ايه؟ هو انت طبعا متوتر شويه، بس الاكيد المؤكد اللي انا واثقه فيه ان انت بالتاكيد واكل ملوخيه النهارده. يا سلام، طب ما انت اللي طابخه النهارده الملوخيه. بصي يا عادل بقى، بصراحه بقى كده يعني انا انت ايه يا هانم؟ انا متضايقه جدا من قرار بتاع مشروع الستاير اللي انت خدته ده. وبعدين؟ مش بس كده، انا متضايقه انك خدت القرار المصيري ده من غير ما تاخد رايي فيه ولا تقولي اي حاجه، وقررت من دماغي كده ان انا اوقفه وباي ثمن. يا سلام، توقفي ده وباي ثمن؟ رحت انت طبعا يا هانم، طلعت على البازار وسرقت البضاعه اللي فيه عشان تثبتي بس وجهه نظرك الدنيئه يا رانيا. يا ابني اللي انت بتقوله ده ايه الخطرافه دي؟ لا طبعا مش مظبوط، عشان انت عارف كويس قوي ان انا لما اعوز حد انه يعمل حاجه مجرد ان انا غمضت عيني قوي قوي كده، غمضت عيني قوي وفكرت ان هو لازم يعمل الحاجه الفنيه ومشي على عجين مش يلخبطه، ده فعلا اللي بيحصل. حتى شوف اها عادل. نهار اسود، ايه ده؟ انا خفيت جوزي. ايوه. اهلا معلم مسطوره، ازيك؟ ايه ده فين يا باشمهندس؟ انا قلب عليك الدنيا من الصبح. معلش يعني معلم مسطوره، انا صراحه لسه ما بعتش البضاعه، وبعدين احنا اتفقنا اما ابيع هحاسبك يعني. وهتبيع ازاي اذا كان المحل مقفول والبضاعه مش موجوده فيه؟ ايه ده، انت عرفت؟ ما انا يا باشمهندس كاتب لك في الكارت، كاتبهولك. كاتب في كارت؟ انت اللي كاتب اللي هو البضاعه عندي يا باش مهندس؟ انا روحت اشقر عليك في المنطقه، لقيت الدنيا غرقانه ميه والبضاعه هتبوظ، رحت واخد البضاعه عندي وكاتب لك في الكارت، وقلت انت اكيد راجل نيور وهتفهم. نيور؟ يا نهار ابيض، منك لله يا عم مسطوره. طب استر عليا. أنا ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه، لان انا مستعجل جدا وعايز اروح على البازار. فاكر عدول ايام الجامعه؟ فاكر البت سماح اللي كنت معجب بيها؟
كنت انت عامل فيها ان انت بقى محترم قدامها ورحت انا جاي من ورا ومركب لك دير. بس كان موقف ظريف، ست عرفتني احب اضحك واضحك اللي حواليا. ايه يا عم انت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشيه معاك الاول، وانا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيده فراحت سابتك ومشيت معاك. كان موقف ظريف جدا صراحه يعني. لا بس اقول لك انا بقى اللي اظرف منه ان سماح دي كانت ماشيه مع الدفعه كلها وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعه كلها عماله تضحك. وايه يعني هي الدفعه كلها قد ايه يعني؟ وبعدين انت ما قلتليش ليه؟ قلت اسيبك حكيم، انا احب اشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي انا ماشي. لا 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 اقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي وبقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما، كمان احب اكسب واكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه، انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطر استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه؟ عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المكتب، قلت له اسمع يا ولد ماجد، انت لا ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح برضو الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. امرمطه. منور عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمال واتكل انت على روح على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولا سيب لي انا بقى الواد ده اوديكه على واحده ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت. انت ايوه انت يا بسالوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها حكم، انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم اقف يالا قوم اقف يالا، والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكلك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دولا؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار، البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيرة اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دولا؟ انا مساعد الراس الكبيرة؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودن، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجة تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولا، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك. انت بقى هنا هو وظيفتك المرمطون، الصب الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله، تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غيرها. المرمطك على المرمطك. ايوه دولا، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 على المرمطك. طيب طيب، انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك. طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره ممكن عايز حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح 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 خالص. الواد اراك دول. بس يا حيوان
انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم دولة. تكر على الله، يلا روح هات العفريتة اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دولة، حاضر. دولة على فكرة الطاقية اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دولة على فكرة القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط. ديله القميص يا. لا لا دولة على فكرة بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريتة بقى اديله البنطلون يا. ماشي يا دولة، يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعة. يلا. 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مرة واحدة هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مرة واحدة هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقلش. اقعد افهم في مين. يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت، انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت، لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى، علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل، وانا اقول الاكل طعمه بالسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه، عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقولك ايه، اوعى تنسى انت صور لي عاد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله، مش دي نقابتي؟ ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي، عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي، حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه همرمطه. تاكل يالا، ده هتعمل لي فيها بتتكسر بصراحه يا ماجد باشا، يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية، ده انا حاسس ان هيجي لي تسمم من كتر نظافته. ده مطعم سويسرا. ايه ده، يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 حبيبي انت يا كبير، ارص لك حجر. لا لا لا، انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي، انا هلم بقى الاكل. وسايق عليك النبي يا ماجد باشا، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول حبيبي. بتبعني يا واطي بغدوه؟ على فكره دول ما تظلمنيش، دي مش غدوه ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي، حسابك معايا بعدين. ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي، اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام، ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف ياض، قوم واقف ياض وانا بكلمك ياض. ايه مالك؟ سوري سوري سوري. تفل اللي بالي لفوقك دي ياض وانت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبية دي، الطلبية دي هتروح تعملها لي كلها، ها؟ وبعد ما تخلص الطلبية هتروح لهم على البيت عندي. شوف عايزين طلبية تانية، طلبات تانية تعملها. بعد ما تخلصها تجيلي على البازار، عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطربه. خلاص اوكي اوكي. عايز حاجة تاني؟ باي. ايه الواد ده؟ ايه الواد ده؟ تجنن العربية دي يا مامي تجنن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يو خليكوا حنينين عليه شوية. النبي هو بيجيب حاجة. ها؟ بالله يا بابا.
اي منزل عادل سعيد؟ اه انت مين؟ انا ماجد بشتغل عنده جديد في البازار. اه جبت الطلبات؟ اه تعالوا. خد انت وصاحبك استنوني تحت في العربيه عشان انا سايبها مفتوحه. شغل يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه ده، مديني 30 جنيه. انا جايب الحاجات البسيطه دي ب 1000 جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ايه ده، دي حاجات نظيفه قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه، هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا ماما. مش معقول انت جبت الكريم ده، هو موجود في مصر، ده ثمنه 200 باوند. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. هو قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا لا ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه. وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل؟ ده مكان لو كلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم. ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين لذيذ زي ابوك. يقولكم بقول لك ايه، اوعى تكون نسيت صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكره انت صعبان عليا قوي. عادل اي دونت كير. ازاي وانت تحت رحمته؟ هو دلوقتي اللي تحت رحمتي، انا خلاص كسبت كل الناس في صفي، يعني هو مش هيعرف يعمل معايا اي حاجه. ده قرفنا. انا كمان رايحه فين وجايه منين وهتلبسي ايه؟ اوف حاجه تقرف. يا مجودة يا قمر، الليمون اللي انت بتحبه. ميرسي ميرسي يا طنط. اتفضل. ميج 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 ميج، تحب اعمل لك شاي فريسكا ولا شاي بالنعناع؟ سوري، نعناع ولا فريسكا؟ بعد شويه. اوكي. عارف احلى حاجه فينا وانت ايه؟ ايه يا طنط؟ طنط في عينك. بيني وبينك فرق سنتين. سنتين؟ طبعا. لا طبعا، يومين. يا حبيبي يا حبيبي. طب انت عارف بقى ايه، انا اسمي مجيده وانت اسمك ماجد، يعني ممكن ندلع بعضينا ونقول على بعض ماجاميجو. ماجاميجو. حلو ماجاميجو، ما عنديش اي مشكله. ماجاميجو. مجوده تحب تتغدى؟ لا لا لا، انا طالب دليفري لينا كلنا من المطعم السويسري. الله يخليكم الله يخليكم، متشكر. اولا تقل معادك هنا، يلا اتكل على الله روح على البازار. جميل، اوعى تقول له يلا، دي حبيبي ده اسمه ماجد وبندلعه نقول له ماجاميجو. ماجاميجو. طب قوم يا سي ماجاميجو، اطلع على البازار يلا، عايزك سايق البازار وتنظفه وتنظف التماثيل وهتبيت هناك مع عمك رمزي. تحت امرك. التعامل الوحش اللي انت بتعامله ليه ده؟ حرام عليك، ده ابن الناس، خليك انسان. رانيا لو سمحتي ما حدش يتدخل في شغلي. وانت كمان ما تتدخلش في شغلنا، احنا خلاص اتفقنا مع رمزي ان هو هينظف ويقفل البازار. ورمزي مبسوط جدا وطار من الفرحه. هو في ايه؟ ولا انت عامل لي فيها حمل وديع يالا، ولا يا صائت يا فاشل يا فاشل. ما انت ياما كنت فاشل فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف. دي كانت سياسة في النجاح، لأن أنا ما كانش ينفع يعني أمتحن كل المواد مع بعض، كنت بقسمهم بقى مواد في الصيف ومواد في الشتاء، لأن دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي. ليه؟ هي هدوم. بس 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 ما كيش دعوة أنت. منزل الاستاذ ماجد زهران. منزل الاستاذ ماجد زهران ده بيت انا حضرتك، بيت الاستاذ عادل سعيد. الحساب 700 جنيه يا فندم. ماجد اتكلم، يقول الحساب. الحساب كام؟
بيقول 700 جنيه بقى. ايه ده 700 جنيه بس؟ رانيا يلا بسرعه قومي حضري السفره، الاكل جه. يلا ماجد، هو جاب لي الباستا اللي قلت لي عليها؟ باستا، الله يرحم القعده اللي على الباستا. ماجد، ام علي، ام علي يا ماجد. ما تقلقيش يا حبيبتي، كله جه يا ماما. ماما، انتوا تبنيتوا الواد ده ولا ايه؟ ماجميجو، تحب اعمل لك كريب شوزيت؟ ميرسي يا حبيبي، ميرسي. طب كل. رانيا حطي لي سلطه، حطي لي سلطه. ايوه حطي كمان معلقتين. حطي بقى من الطماطم، حطي من الطماطم. انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطه مفيده جدا جدا للانسان، لازم على طول طول الوقت تفضل تاكل سلطه. الهنا والشفا. طيب ماما حطي لي سلطه لو سمحتي يا ماما. على فكره يا مجهوده، المستشفى اللي احنا رحناها ولا فندق 8 نجوم. طب سناء، سيبك من السلطه خلاص سناء، حطي لي حته فرخه بقى في طبق كده لو سمحتي. ما تحط لنفسك، وانت ما فاكش ايدين ولا ايه واحنا شغالين عندك؟ ماجد، تحب اقوم اعمل لك الشاي بالنعناع اللي انت بتحبه عشان تحبس بيه على طول بعد الاكل؟ اوكي. يلا اللقمه الحلوه دي داخله المطار، داخله المطار. افتح بقك يا كتك يا جمال. عارف يا ماجد، انا اكلت اللازانيا دي قبل كده في اسكندريه، بس طبعا ما كانتش بالطعامه دي. وانت ايه اللي وداك اسكندريه؟ انا سوريني اللازانيا اللي بتقولوا على فكره بقى يا ماجد باشا، انا سيأت التماثيل النهارده ومسحت البازار زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. اكل بقى لقمه. كل كل، انا بحب اكل واكل اللي حواليا. طب كل يا حبيبي. ايوه بس انا ما اكلتش يعني، وبعدين انا جاي قبل رمزي، انا اساسا صاحب البيت هنا. وبص وبيوقع العيش حضرتك يعني، انا جاي قبل رمزي. هيلبي يورسيل. وبعدين يعني نيجي نحط لك اللقم في بقك؟ لا ما تحطليش اللقم في بقك. طيب انا مش هاكل، انا مش هاكل. ها، واخش انام. انا مش هاكل. لا لا كفايه، اخش انام. انا مش هاكل يا عم. صدعتني لما تدخل تنام. يا سلام، عامل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان ما تشتغلش قد. على فكره انا هبتدي ارجع المدرسه من بكره، وهجي لك البازار بالليل بس. اعمل لي فيها مكافح بقى، مذاكرتي عليا انا يا قد وانا ابوك. في ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسه. عايز ترجع المدرسه عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت، وعايز تروح بيتكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرح لي ومفيش حد بيحس بيا، لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجه حلوه الكل بيفرح لي. فاكيد لو رجعت المدرسه كلكم هتفرحوا، طنط مجيده وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزي. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده، وما قلتش اسمي يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا انكل، حضرتك طيب جدا وانا بحبك قوي. على فكره بقى، انا كان نفسي بابا يبقى زيك، يهتم باسرته كده. طب يا ماجد، ماجد انت بتثق فيا جدا؟ خلاص سيبنا نتصرف. مالكش دعوه، مالكش دعوه. شوف يا راجل اخر حاجه عملها ايه لما كان في البازار. قال ايه؟ مساء الخير. اهلا يا كمال. مساء النور يا بابا. ايه يا ماجد، مش هتروح ولا ايه؟ والله هو انا عاوز اقعد عند انكل عادل لو هو يعني ما عندوش مانع. طبعا ما عنديش مانع يا حبيبي، البيت ده زي بيت بابا بالظبط. عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي براحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا ده؟ زحمه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا حرانه هتخنق. ايوه ما حضرتك حرانه يعني من الفروه اللي انت لابساها بتاعت الثعلب دي، مش خايفه حد يصطادك في السكه؟ حضرتك اللي موجود ده ما هوش حر، ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي، وانا هجيب لك دفايه كهربائيه. يا جماعه انتوا مش فاهمين، بابا حضرتك طول الوقت مش فاضيلي، طول الوقت عندك شغل، وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طايقه نفسك ومش طايقه الهدوم اللي عليكي، هتفقيني ازاي؟ هنظم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عادل قال لي. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قال لي بالظبط، هصيف بدل ما شتي، وبكده بقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصيف مع بعضين. والله اذا كان كده، اذا كان كده بس انا موافق اجي معاكم، بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هرجع اعيش مع انكل عادل. صح؟ طبعا يا حبيبي، تنور في اي وقت، بيت بيتك يعني. وبعدين انا احب اقعد واقعد اللي حواليا. ماجد اوعى تنسى تيجي يوم اجازتك عشان ازعل منك. ماجد ميجو، don't forget to call me on the telephone.
شات بقى يا ماجد. ها ماجد، انا بجد نفسي اخلف ولد اسمه ماجد. ام ماجد لسه قايلك من شويه البيت زحمه وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا، انا هستناك بقى بكره على الغدا، مش عايز اكل كشري تاني، نفسي في بيتزا حجم وسط لارج يعني. بس يلا بطل فضايح بقى.